ما في وصفة سحرية تخلينا نضمن تجنب الأخطاء في العلاقات. سوء الفهم وردود الأفعال اللي تؤذي الطرف الآخر هي أمور واردة في كثير من الأحيان، ولكن بالمقابل وجود درجة من الوعي بالذات والقدرة على تحمل المسؤولية يخلي العلاقات أقوى. هذا عدا عن الشعور بالاتزان اللي يتحقق عند الشخص نفسه. اللي حقق هالمعادلة تحديداً هو ما يعرف بالنضج العاطفي، واللي يترجم بعدة عناصر رح نتناول أهمها. أولاً تحمل المسؤولية. لما يرتكب الشخص أي خطأ ويكون قادر بعده على الاعتراف بمسؤوليته تجاه اللي صار، ويكون مستعد أيضاً لتحمل التبعات، هذا في الغالب مؤشر على النضج العاطفي، لأن هذا الشخص ما عنده توقعات غير منطقية بأنه يكون شخص على صواب دائماً وأنه يملك كل الإجابات والحلول. مثل هذا التواضع لدلالة مهمة. في المقابل تدني النضج العاطفي يخلي الشخص يلقي اللوم دائماً على الآخرين، أو أنه يشعر بالذنب بس ما يقدم أي مبادرة أو استعداد لتحسين الموقف. ثانياً التعاطف مع الذات. رغم الاعتراف بالخطأ وتحمل مسؤوليته، يكون الشخص الناضج عاطفياً قادر على التعاطف مع ذاته، لأن بالنسبة له من الطبيعي أنه ما يكون شخص مثالي، وبالتالي يحس بضرورة أنه يسامح نفسه ويتفهم الدوافع اللي خلته يتصرف بطريقة معينة. ثالثاً الفضول والتعاطف تجاه الآخرين، وهذا يرتبط أيضاً بالنقطة السابقة، لأن كل ما كان الشخص أكثر انفتاحاً وتقبلاً لذاته يصير بالنتيجة متفهم للآخرين أيضاً، وقادر على استيعابهم لما ما يكونون في أحسن حالاتهم. وإذا كان غير قادر على الفهم فهو على الأقل يظهر الفضول والاستعداد للنظر للموقف من زاوية أخرى غير زاوية الشخصية. كل النقاط السابقة من الممكن النظر لها كإمكانات نعمل على صقلها في أنفسنا، بداية بالتوقف عن مشاعرنا اليومية ومحاولة فهمها، سواء كانت حزن أو إحراج أو غضب أو أي شعور آخر. هذه الملاحظة المستمرة تساعدنا على فهم الطريقة اللي نتصرف فيها غالباً. بعد البدء بفهم المشاعر وردود الأفعال المتكررة تجي مرحلة تحمل مسؤولية أفعالنا. هذا الاستعداد يخلينا أكثر قدرة على التحكم في ردود أفعالنا وخياراتنا المستقبلية. وأخيراً بإمكاننا التدرب على استبدال إطلاق الأحكام على الآخرين بنظرة أخرى فيها نوع من الفضول والاستعداد للفهم. كانت هذه فقرة شعور مشاهدينا، أما الآن فننتقل معاكم لشاطئ السوادي بولاية بركة، واللي يعد من أجمل الشواطئ السياحية في السلطنة، ويتميز اليوم بوجود العديد من الأنشطة السياحية المختلفة واللي يزداد الإقبال عليها بمرور الوقت. التفاصيل مع الزميلة تاج في فقرة تمشية، تابعونا.